شايف ازاي الخوف من عدم الوصول الى حل، ويبدو ان حتى الان هو ده الشيء الواضح في الحرب الروسيه الاوكرانيه، عدم الوصول لحل في 2023، وان العالم بالتالي هيتحمل خسائر اكبر بكتير من الخسائر اللي حصلت في 22. برضو يعني انا هقول الجمله اللي قلتها، حل قضيه الحرب الروسيه الاوكرانيه اذا ارادت امريكا القضيه دي هتتحل. إذا أرادت أمريكا، إذا أرادت أمريكا، ولا إذا حققت أمريكا مطالبها أو مصالحها أولا، يعني متى تريد أمريكا إذا حققت مطالبها. لكن يبدو أن المطالب الأمريكية لم تتحقق حتى الآن. يمكن كان الرئيس الأوكراني في زيارة للولايات المتحدة في الفترة الأخيرة وطرحوا معاهدة سلام، لكن أنا شايف دي معاهدة السلام المستحيل، لأنه بيطرح شروط أن القوات الروسية تنسحب لحدود 91، يعني تسيب الجمهوريات الأربعة وتعوضهم على الخسائر وتحاكم ويتم تقديم مجرم الحرب مجرم الحرب الروسي للمحاكمه، بيستفزوا وتعويضات شامله يعني. طبعا يعني دي مش مبادره سلام، دي مبادره استسلام وركوع. يعني انا متخيل ان الرئيس الاوكراني لو حقق انتصارا يعني كبيرا في الحرب مش هيقدر يطلب المطالب دي، ولا معاهده فرساي طبعا. في الجانب الاخر الروس ما زالوا متمسكين بمطالبهم التي دخلوا من اجلها الحرب. اذا الهوة بين الاثنين واسعه. بيجي الاتحاد الاوروبي، هيعقد مؤتمر اوكرانيا اوروبا فبراير اللي جاي. الاتحاد الاوروبي مش بيعقد مؤتمر من اجل السلام، لكن من اجل الدعم المادي والسياسي والعسكري لاوكرانيا وتزويدها بمزيد من الأسلحة، بما يعني إطالة أمد الحرب. إذن يعني التوقعات كلها أن الحرب دي هتستمر معانا طول 23. إمتى بقى يعني تنتهي الحرب؟ الحرب تنتهي، لا تسمح بهزيمة روسيا ولا تسمح بهزيمة أوكرانيا والغرب. يعني هنا الهزيمة أي من الأطراف هتبقى صعبة جداً. فالاتفاق، هذا الاتفاق التبادلي ممكن يكون حل. الجمهوريات الأربعة دي ما يعني يبقى حق تقرير المصير للشعوب. وأنا أعتقد أن يعني روسيا مش هتوافق على ده، لكن هو ده الحل المتاح. لكن بقى مسألة التعويض عن الخسائر وتقديم جرائم الحرب، لا، هي يبقى فض اشتباك، الجيش الروسي ينسحب يترك أوكرانيا، وأوكرانيا التعهدات أنها عدم دخول حلف الأطلنطي والصواريخ اللي بتهدد روسيا. يعني الشروط، نقطة الصفر هيرجع، نقطة الصفر هي التي تحقق السلام. لكن واضح أن الأطراف دي دخلت الحرب لتحقيق أهداف معينة لم يتم يعني إحراز أي منها على أرض الواقع، فقعد معانا شوية طول 23، ومعناه برضو يعني مزيد من الأزمات ومزيد من نقص في الغذاء. يعني يكفي أنه في المؤتمر قمة العشرين اللي كان في جاكرتا متزامنا بعد مؤتمر المناخ، أنه جه الرئيس الأندونيسي حذر أنها تحدث، يعني عام 23 هيبقى عام كئيب وهتحدث مجاعات نتيجة نقص صادرات القمح ونتيجة نقص المبيدات الزراعية والحاصلات والكلام ده. يعني الزراعة هتبقى فيه نكبات كتيرة، ده حتى تقال رقم ان تلت سكان العالم معظمهم من افريقيا هيعانوا من مجاعة وعدم قدرة الدول على توفير الغذاء لشعوبها. مين يرضى ده؟ طب يعني ده بقى مزيد من الثورات، مزيد من الهجرة من الجنوب الى الشمال، مزيد من الاعمال الانتقامية. يعني أنا شايف أن يعني أوروبا وأمريكا لحد دلوقتي مش مدركة مخاطر هذه الحروب. ده ممكن تنفجر صراعات وأعمال إرهابية وأعمال انتقامية في أوروبا وفي الولايات المتحدة نتيجة شعور هذه الشعوب بالظلم. فأنا الأوان بقى يعني أنا يعني لا أرى في الأفق مبادرات للسلام. كل ما يتم طرحه مبادرات مستحيلة لن يقبلها أي طرف، وصوت الحرب أعلى كثير جدا من نداءات السلام الضعيفة.